حياكم الله شباب مجددا ومرحبا فيكم، شكرا على تفاعلكم الليله وعلى ادائكم. شكرا شكرا لكم والله، الله يسلمكم. طبعا مسابقه البارحه كان بين حبيبنا راجح الحارثي. من اللي كان منافس معك؟ عبد الله الشراري. راجح الحارثي اخذ 500 ريال وعبد الله كم؟ 300 ريال. كذلك البارحه كان بين احمد عديم وزياد الشهري. احمد عديم كم اخذ؟ 500 ريال وزياد الشهري 400 ريال. وين زياد؟ عليكم زعلان عشان المية. طيب يلا بسم الله على بركة الله نبدأ الليلة المسابقة، مسابقة زد فرصتك من 500 ريال. وراك تناظر النظرة هذه محمد عبد الله خايف. حياك الله أخوي محمد عبد الله، وحياك الله أخوي بدر القحطاني، حياكم. خليك جنبي هنا، أي غش كذا علمني. يلا محمد عبد الله، رقم التصويت كم بعد إذنك؟ ستة. ستة. هو حبيبنا بدر القحطاني سبعة عشر. طبعا هذه المسابقة تعتمد على الثقافة العامة وهي من صالح المتسابق أولا، لكن خلال 30 ثانية إذا ما في أحد جاوب على هذه المسابقة تنتقل للمشاهد مباشرة. جميل. كل سؤال جاوبت عليه لك 100 ريال إلى ما توصل 500 ريال. إذا وصلت ل 500 ريال أول واحد كذا أنت أنهيت المسابقة، أما الشخص الآخر نشوف وين وصل له بالضبط يستاهلها، لأن ال 1000 ريال اللي راح تجمعها من مسابقة زد فرصتك لهذه اللعبة الأولى وحتلعب مرة ثانية كذلك، ال 1000 ريال راح يكون رصيدك في برنامج زد رصيدك إذا تأهلت، وكذلك حيكون دعم لك من ضمن التصويت لو 50% تصويت الجمهور، وكذلك 20% اللي هو زد ثقتك مع اللجنة أستاذ ماجد الغامدي وكذلك محمد حماد. نقول بسم الله على بركة الله. بسم الله. محمد عبد الله وكذلك بدر القحطاني، وأتمنى المشاهدين عبر الرسائل اسم اس تي سي موبايل زين راح تظهر أمامكم تباعا على الشاشة، نشوف إذا ما جاوب سواء محمد عبد الله أو بدر القحطاني ينتقل لكم السؤال وارسلوا الإجابة الصحيحة. اول شيء اكتبوا الاسم، اكتبوا الرقم الارسال سواء كان ايا كانت من شركات اس تي سي موبايل زين، ثم اكتب المتسابق اللي حاب تدعمه في هذه المسابقه وتتمنى ان يتاهل الى برنامج زد رصيدك، سواء كان محمد عبد الله ام بدر قحطاني ام المتسابقين اللي راح يظهرون بعدهم تباعا، ثم مباشره تكتب الجواب بعد السؤال مباشره وارسلها مباشره، نشوف مين راح تجيه اول واحد. للمعلوميه وهذه نقطه مهمه لهذه المسابقه، احتمال بدر قحطاني تجيه 100,000 رسالة من المشاهد الآن، بس تكون خطأ. تكون لا مش خطأ، إن جاتك رسالة واحدة بس أول واحدة فعلى طول احنا ننتقل مباشرة لأول رسالة والإجابة الصحيحة، حتى لو جت الطرف الآخر مئات الرسائل ما لنا علاقة فيها. أول رسالة تأخذونها. إيه أول رسالة. احنا نشيك أول رسالة احتمال تكون غلط نفس البارحة، ثم نشوف اللي بعده واللي بعده لين ما نوصل لأول رسالة وتكون أيضا الاسم واضح للمتسابق مين، يعني لا تحط لي اسم متسابق عام محمد ولا بدر، لأن عندنا كم محمد وأسماء متكررة ما نقدر نعطيها أي أحد. نشوف نقول بسم الله وعلى بركة الله، والسؤال الأول طلعوا لي على الشاشة. تابع. عشان اللي يشوفونه قدام عينهم 30 ثانيه بعدها يتوقفوا مباشره، اللي يغلط يوقف ويعطي فرصه للطرف الاخر برضه خلال 30 ثانيه. يقول السؤال: في اي عام هجري وقعت معركه حطين؟ 533 543 53 63 73 83 93. الوقت ماشي الوقت. ها عندك الخيارات، باقي 19 ثانية. إن حذف جواب هذه وسيلة مساعدة لكم، إن حذف اثنين 10 ثواني. 543 543 الإجابة خاطئة. 53 53 إجابة خاطئة، تنتقل للمشاهد مباشرة. 43 قالها محمد عبد الله و53 قالها حبيب البدر القحطاني. كامل المتبقي راح تظهر أمامكم أعزائي المشاهدين على الشاشة، ارسلوها مباشرة. أتمنى تدعمون المتسابقين معنا اللي حابين يشارك معنا في زد رصيدك، مع أمنية الجميع التوفيق. 24 متسابق لكن هذه آلية المسابقة، 20 يدخل البرنامج وأربعة نقول لهم مع السلامة إن شاء الله المرات القادمة الموسم القادم إذا حالفكم الحظ. بدر محمد أول رسالة توصلنا صحيحة، نقول لك ألف مبروك، 100 ريال تروح من نصيبك وتكون دعم لك في التأهل. وصلت الإجابات كلها خاطئة لوصلتنا المعلومية. الإجابات الأولى كلها خاطئة، لسه قاعدين يبحثون مين الإجابة السريعة والصحيحة ولمين بالضبط. كذلك 100 ريال تستاهل الشيخ بدر، والله الكل يستاهل.
وصلت من مين والى مين؟ من ميار محمد العبد الله. يا سلام عليك، الف مبروك. شكرا يا ميار. قالوا لي محمد القحطاني وانا اخترت محمد عبد الله. الف مبروك. 100 ريال هذه السؤال الاول. ان شاء الله السؤال الثاني تجاوبون انت وبدر القحطاني. نشوف السؤال الثاني خلال 30 ثانيه كذلك، اتمنى تجاوبون عليها في اسرع وقت. في اي دوله عربيه توجد مدينه هرجيسه؟ مصر، ليبيا، جيبوتي، تونس، السودان، المغرب، العراق. جيبوتي. جيبوتي. وقف بدر القحطاني، باقي لك 25 ثانيه. استعجلت. ها يلا يا بدر. تونس. اثنين. نعم تونس. الإجابة خاطئة. ننتظر المشاهدين. لا جيبوتي ولا كذلك تونس في من ضمنها إجابات صحيحة. باقي عندنا السودان والمغرب، هذا الخيارين الباقي الأخيرة، واحد منها إجابة صحيحة. ننتظر من المشاهد راح يرسلها البدر القحطاني. هرجيسيا ما تحس انها عربية يعني. نعم هرجيسيا ما تحس انها عربية يعني. صح ككلمة مو عربية لكن هي داخلة ضمن الدول العربية سواء كان السودان أو المغرب. 100 ريال محمد العبد الله. 100 ريال الثانية يا محمد الوهيبي تروح لمين بالضبط؟ والكل يستاهل. وصلت الإجابة. بغيت أسألهم سؤال بس أعطني الإجابة. بدر القحطاني. السودان. برافو بدر القحطاني، تستاهل تستاهل تستاهل. 100 ريال مقابل 100 ريال، تنافس كبير بين محمد عبد الله وبدر القحطاني. ونشوف السؤال واحد واحد. الثاني 100 100 مو واحد واحد. طيب نشوف السؤال الثالث وشدوا حيلكم في الترحيب ويا هلا ومرحبا. من اول من قال مرحبا واهلا؟ هل هو سيف بن ذي يزن، قس بن ساعده، اميه بن عبد شمس، المعتمد بن عباد، خزيمه بن ثابت، عبد الله بن نهم، الحباب بن المنذر؟ 30 ثانيه بعدها ننتقل للمشاهد مباشره في حال عدم الاجابه ام الاخطاء اللي تجينا. ها انحذف الحباب. يلا باقي لكم 15 ثانية. حينحذف المعتمد بالله. باقي 10 ثواني. ها؟ وش ينحذف اللي بعده؟ عبد الله بن نهم. إجابة خاطئة. خزيمة. إجابة خاطئة. ينتقل باقي سيف بن ذيزن وكذلك أمية بن عبد شمس. ينتقل السؤال للمشاهد و100 ريال لمحمد عبد الله وكذلك وصلت الإجابة. يا سلام. من فيروزة سيف بن ذيزن الإجابة الصحيحة لمحمد عبد الله، تستاهل برافو. 200 ريال محمد عبد الله مقابل 100 ريال بدر القحطاني. بدل اللعب. يلا نشوف السؤال الرابع. يلا ان شاء الله اتمنى الإجابة تكون منكم كذلك سريعة. يلا ان شاء الله. ترى امس الشباب جاوبوا، ان شاء الله ننتظر منكم الإجابة. في تكتيك اليوم. تكتيك اليوم. تكتيك دفاعي. عشان دفاعي. طيب يلا نشوف السؤال اللي بعده. من صاحب كتاب يتيمة الدهر؟ من صاحب كتاب يتيمة الدهر؟ ابن دريد، ابو منصور الثعالبي، عبد الله بن المقفع، الجاحظ، ام ابو فرج الاصفهاني، ابو حيان التوحيدي، جلال الدين السيوطي؟ تبي تنتظروا انتظروا الاجابات راح تنحذف. راح ابن دريد. راح جعفر الجاحظ عفوا. جلال الدين راح كمان. خمس ثواني. ابو حيان. عبد الله بن ابو حيان التوحيدي. ابو حيان وعبد الله كل اجابات خاطئه. نستر المباراه. وش المباراه؟ شوف لك حل، قل لي اجابه صح. ما ادري ليش تجاوبون في اخر ثانيتين يعني. هو تكتيك الاخير يعني عشان ما تبقى لك ام واحده وشيل. طيب ننتظر للمشاهدين عبر الاس ام اس. محمد عبد الله 200 ريال، بدر القحطاني 100 ريال. نشوف من الاسرع. اس تي سي موبايل زين، ظهر الارقام تظهر على الشاشه، اتمنى تجاوبوا بشكل سريع مع اسم المتسابق. الاجابات الخاطئه ما راح نستقبلها، اجابه صحيحه مع الاسم الواضح سواء كان محمد عبد الله ام بدر القحطاني. ونقول لهم كل جميعهم الف مبروك. لسه مسابقه في مرحله ثانيه، لا احد يياس ان شاء الله. وصلت الاجابه من مين والى مين؟ من شهد محمد الاجابه منصور الثعالبي،
لمحمد العبد الله. تستاهل، برافو. الف مبروك. الف مبروك. 300 ريال محمد العبد الله مقابل 100 ريال لبدر القحطاني. طبعا هي المسابقه تعتمد على الثواني ماشيه، وكل ما تجي النهايه الاجابات راح تحذف، تعطيك مساعده، عاد انت بطريقتك جاوب على الاجابه الصحيحه. السؤال اللي بعده، واتمنى الحظ للجميع. في الشعر والحكمة ننصح بهذه الأبيات: لا تنعن خلق وتأتي مثل عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ في نفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. والمتوكل الليثي، البحتري، ابن دمينة، أكثر من صيفي، أبو العتاهية، أحمد شوقي، ابن زيدون. أبو العتاهية. إجابة خاطئة. وقف يا محمد عبد الله، راح البحتري. بدر القحطاني ينتظر إجابة تروح عشان ياخذ فرصته في الإجابة. قاعد أمرر لك من اليوم. يلا. ها، باقي ثلاثة. المتوكل. المتوكل الإجابة صحيحة، برافو بدر القحطاني، تستاهل. المتوكل الليثي هي الإجابة الصحيحة، وألف مبروك. 200 ريال مقابل 300 ريال محمد العبد الله. نشوف السؤال اللي بعد. طبعا الاجابه توصل كثير المشاهدين، يعطيهم الف عافيه، لكن جاوب بدر القحطاني في اخر الثواني، لحق عليها. نشوف السؤال اللي بعده كذلك من اللي راح يجاوب عليها. ان شاء الله. والسؤال يختص من يذكر ماده العلوم في جسم الانسان؟ عندي بس. عندك؟ ها؟ ايه زين. تعادل، هذا التعادل. طيب هذا التعادل. غير السؤال. كم عظمه توجد في الكف الواحد؟ 14 27 25 29 30 32 40. حاسب. ها، 2 3 4. احسب احسب، باقي ثواني، خذ راحتك. كم عظمة توجد في الكف الواحد؟ 17 ثانية. باقي 27 25 30 32. 32. وقف. راح 32. وش تلحظ؟ 27. الإجابة صحيحة، برافو، تستاهل 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 تستاهل. 300 ريال مقابل 300 ريال. تعادل الحين. ها، تعادل تعادل بين محمد عبد الله. كان 300 ريال مقابل لا شيء؟ لا، 300 وواحد كان. واحد. احنا متعادلين في البداية 100 100. طيب نشوف الحين السؤال القادم. يوصل أول واحد 500 ريال راح نوقف، عاد نوقف على 300 للطرف الثاني، ونوصل 400 ريال. ولعت ولعت. والسؤال اللي بعده برضه بيختص في التاريخ. من سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب، الحسين بن علي، النعمان بن مالك، قيس بن ثعلبة، حنظلة بن أبي عامر، سهل بن قيس، رفاعة بن وقش. حمزة بن عبد المطلب. يا سلام عليك، برافو محمد العبد الله. 400 ريال لمحمد العبد الله، جاوب في أسرع وقت حمزة بن عبد المطلب. صار 400 ريال محمد عبد الله مقابل 300 ريال بدر القحطاني. احتمال يكون السؤال الاخير لمحمد عبد الله. حبيبي بدر، فرصه ان بدر القحطاني يعوض اكثر من كذا. 450 تقاسمها. من عند طلع في ثقافه الكمبيوترات وال اوكي والشبكات، من هو العالم الذي اخترع الكمبيوتر؟ عالم هوارديكن، العالم بيرد، نوكمن، بوث، جورج ستيمان، جورج ليمو، كيني فرستن. ها، عشر ثانية. أوه، هذه الإجابات المتبقية. جورج ستيمان، جين فرسين، نيكومون. باقي ثلاثة. جو كمين. جو مين؟ جو ما غيره. نيو كمين. لا هذا ولا هذا. باقي واحد الإجابة. وش باقي؟ وارد. لكن ننتظر من المشاهد من اللي ارسلها، واتوقع المشاهدين ارسلوها بدري، ونشوف من الاسرع هل هي راح تختار محمد العبد الله ك 100 ريال اخيره، 500 ريال مقابل 300 ريال، ام 400 مقابل 400. الرساله راح توصل من وصلت الرساله. والله ودي يا بدر. والله تستاهل. اتمناها والله. الله يسعدك يا شيخ. والله ادري ان كل يتمناها للثاني، وايضا يتمناها لنفسه عشان يتاهل للبرنامج. يعني بلاش كذا، حاول خلصونا عشان نمشي. طيب ها، من هلا ومرحبا. هوارد ايكن،
100 ريال راحت لحبيبنا محمد العبد الله، تستاهل، الف مبروك. 500 ريال مقابل 300 ريال، الف مبروك على العين والراس، وان شاء الله معوضين في المرات الجايه. باقي لكم خطوه جايه ان شاء الله يا محمد عبد الله، وكذلك بدر القحطاني 500، الجميع يستاهل. الحين بين عبد الله الجميري وسطام الرشيدي، يا هلا ومرحبا فيكم. او رشيدي، تفضل. سطام استعجلت كويس، حياك. صيب وتخيب اوقات، ها؟ شوف قاعد البركه هنا، حلت البركه. ايش فيك عبد الله؟ شفت بلنتي؟ يا رب. طيب عبد الله جميري وسطام رشيدي، نشوف من اللي يجاوب على الاسئله. 500 ريال وكذلك المشاهدين، حط جوه الطاوله. طبعا المشاهدين عبر رسائل اس ام اس اللي يساعدون في حال اذا ما في متسابق جاوب في هذه الاسئله، والارقام ظاهره امامكم على الشاشه. اس تي سي موبايل زين، اكتب الرقم عشان ترسل في اسرع وقت، لان احنا اهتمامنا في اسرع رساله والاجابه الصحيحه مع وضوح الاسم المتسابق اللي راح تدعمونا في هذه اللعبه، سواء كان عبد الله الجميري ام حبيبنا سطام رشيدي. مستعدين؟ مستعدين ان شاء الله، واملي بالله. السؤال الاول، من صاحب كتاب جامع البيان في تفسير القرآن؟ الشوكاني، الأندلسي، الإدريسي، الألوسي، القرطبي، الجيلاني، الطبري. 30 ثانية. الجيلاني راح. شكلك لف الثواني الأخيرة تدخل. ها؟ باقي الأندلسي، الألوسي، القرطبي، الطبري. جميري، القرطبي، الأندلسي. القرطبي إجابة خاطئة. الأندلسي. الأندلسي إجابة خاطئة. تنتقل للمشاهد مباشرة، لا القرطبي ولا الأندلسي الإجابة. ننتظر من الأرسال من المشاهدين عبر رسائل اس ام اس. عبد الله جميري 100 ريال، ام سطام رشيدي 100 ريال، هي تعتمد كذلك على سرعة الرسالة. إجابتكم كلها خاطئة، كانت الإجابة الصحيحة هي الطبري، لكن ننتظر المشاهد يعطيها لمين. وصلت، ومن مين؟ من العنود الأسمري. الإجابة الطبري لعبد الله الجميري. يا سلام، تستاهل 100 ريال يا شيخ. هذا الشغل عاد المدري، انصر دين أبوكم يا شيخ، روح ادعس. طيب يلا نشوف السؤال اللي بعده. ترى زياد الشهري البارحة ما شاء الله كان مبسوط مبسوط مبسوط، وجاء واحد من ورا ووصل 500 ريال. لا بس البداية زي كذا، إن شاء الله النهاية تفرح إن شاء الله بإذن الله. السؤال اللي بعده، في الشعر والحكمة من قائل هذه الأبيات؟ ولا مالكم في الشعر؟ لنا بس، خلنا نسمع. لنا تخصصي هذا. تغيرت المودة والإخاء وقل الصديق وانقطع الرجاء، هل هو زهير بن أبي سلمى، علي بن أبي طالب، حافظ إبراهيم، كعب بن مالك، خالد بن زهير، امرؤ القيس، الفرزدق؟ كعب راح. والفرزدق راح. كذلك حيروح حافظ إبراهيم. خالد بن زهير باقي عندنا. نعم، خالد بن زهير، امرؤ القيس. كلكم اجابات خاطئه، ننتظر اجابه صحيحه. طبعا المشاهدين الاجابه الصحيحه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. مشكله استبعدت لان يا اخي نفس السؤال الاول، يبقى ثلاث خيارات، جاوب من غلط خلونا الصح. ولعلها هي من حظ المشاهد، عاد يرسلها ويدعم مين بالضبط. عبد الله الجميري ام حبيبنا سطام رشيدي 100 ريال عبر رسائل الاس ام اس. زي ما قلنا احتمال توصل للجميري الاف الرسائل، لكن احنا نعتمد على الرساله الاولى الصحيحه والسريعه، وكذلك يكون الاسم واضح اللي حاب تدعمونا في هذه المسابقه واللعبه. كذلك البارحه للمعلوميه درجت الرسائل، كانت المسابقه بين الشباب، جت رسائل للناس القاعدين، فنوضح الرسائل للموجودين على المسرح فقط، لكن القاعدين ان شاء الله في المسابقه القادمه واللي يجيه الحظ نقول الف مبروك. من مين والى مين؟ علي بن ابي طالب طبعا الاجابه، لينا الجميري، عبد الله الجميري. الف الف مبروك عبد الله الجميري، 200 ريال مقابل لا شيء. الله يحفظك يا بن سعد. الرشيد، نشوف السؤال اللي بعده. اين يقع نهر الميز؟ هل يقع في بنما، فرنسا، موناكو، اوغندا، كندا، ايرلندا، ساحل العاج؟ ها، الميز، نهر الميز. ميز. راح بنما،
وراح ساحل العاج وغندا شيلوه كمان شيلو موناكو فرنسا فرنسا الإجابة صحيحة برافو ألف مبروك عبد الله الجميري إجابة فرنسا 300 ريال عبد الله الجميري مقابل لا شيء لسطام الرشيدي ها سطام كيف الوضع؟ طبعا مميز احمد العديم البارح اداها دا عطاها ان شاء الله انت تديها الحين ها باذن الله باذن الله تعالى تحب تطلع في الثقافه العامه دائما ولا مالك في او عندك تخصص معين تحب تقرا دائما؟ لغه عربيه انا لغه عربيه ان شاء الله يجيك سؤال في اللغه العربيه ان شاء الله يلا سؤالي بعده ما هي عمله اليابان؟ فلس فرانك الين دولار شباب بدون صوت يورو كواشا يوان كواشا وقف قال كواشا إجابة خاطئة ما هي عملة اليابان باقي لك 15 ثانية جميري إذا جاوبت صح 400 ريال وإذا انتهى الوقت ينتقل للمشاهد ترى ما نأخذ أي إجابة بعد الوقت ها فرنك ين يونو فرنك إجابة خاطئة ها من عنده إجابة الين ما شاء الله كل جاوب الين ننتقل السؤال للمشاهد عبر اس ام اس تدعموا مين طبعا الشباب للمعلوميه المسابقه هذه تعتمد على المتسابق اولا اذا عنده ثقافه او اجابه راح يجاوب بس اذا ما في اجابه من خلال الاسئله ينتقل للمشاهد مباشره كحل اخير ودعم من المشاهد للمتسابق الاجابه الصحيحه ين الياباني نشوف مين اللي راح توصل له اول رساله عبد الله الجميري ام سطام رشيد الى الان ما وصل له ولا ريال وصلت رسائل بس ما وصلت الفلوس رسائل متأخرة إجابات خاطئة ومن هالكلام وصلت إجابة من منار لسطام الرشيدي يا سلام تستاهل تستاهل طيب كم وصلت 300 حمس كثير يا ولد طيب السؤال اللي بعده بين عبد الله الجميري سطام الرشيدي نشوف السؤال من أول من استخدم العطور الفراعنة الهنود الصينيون الرومانيون الفرنسيون الإغريقيون البابليون إن حدث البابليون أتكلم جادل بشي هذا الصينيون راح من أول من استخدم العطور الفرنسيون راح فراعنة الفرعون إجابة صحيحة برافو تستاهل تستاهل سطام الرشيد 300 ريال والله فيها دخلة في النهاية بين عبد الله الجميري وحبيبي سطام الرشيد 200 ريال لسطام واربع و300 ريال لعبد الله الجميري نشوف السؤال اللي بعده طبعا هو في الشعر شعر بيت معروف أتوقع الكل يعرفه لكن من قائل هل تعرفونه ولا لا السيف أصدق مبان أيوة كمل أي الجد والله إني أعرفه يا سلام ها الخيارات شعار تاهلة راح تطلع الآن على الشاشة أعوذ بالله أعرف ابن زيدون ابن سناء الملك طرفة بن العبد أبو تمام الطائي أبو تمام الطائي أبو فراس الحمداني أبو الطيب أبو المتربي. المتربي إجابة خاطئة لا تستعجل ها النابغة الذبياني البيت عيد البيت السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجدي واللاعبي باقينا أبو تمام الطائي أبو فراس الحمداني النابغة الذبياني نابغة الذبياني إجابة خاطئة ينتقل للمشاهد مباشرة عبر الرسائل نشوف من اللي راح يجاوب عليها ومن راح يرسل من المشاهدين سواء كان لعبد الله الجميري أم سطام رشيدي كان 300 ريال عبد الله الجميري صفر سطام تقدم 200 ريال نشوف الإجابات الثانية راح يحصل عليها ولا لا في مسابقة زد فرصتك مثل ما أنتم عارفين الألف ريال الخمسمائة ريال راح تجمعوا الآن والمسابقة راح تمر على كل شخص مرتين الألف ريال راح تكون رصيدك في برنامج زد رصيدك إذا تأهلت من مين وإلى مين ريم عبد الله أبو تمام الطائي عبد الله الجميري تستاهل 400 ريال
400 ريال سعادة أبدية. وين الكاميرا وديني اياها. عبد الله الجميري 400 ريال مقابل 200 ريال سطام الرشيدي. رشيدي عفوا. يلا السؤال اللي بعده بسم الله يا رب. احتمال يكون اخر سؤال لك يا عبد الله يا رب، او السؤال الثالث راح تجاوب عليه حبيبنا سطام الرشيدي. ما معنى ابو الشمقمق؟ سمعت فيه؟ لا والله ولا قد سمعت فيه. يا سلام. هو الرجل الطويل، الرجل النشيط، الرجل الدميم، الرجل الشجاع، الرجل الضعيف، الرجل القصير، الرجل المقدام. كلكم مقدامين بإذن الله. ما معنى أبو الشمقمق؟ راحت الإجابات، باقي 7 ثواني. 3. الدميم. لا الطويل. الطويل. يا سلام عليك يا سطام، برافو برافو. 400 ريال عبد الله الجميري، 300 ريال سطام الرشيدي. نشوف السؤال. والله لعبه صعبه اللي بعده. لا ان شاء الله لعبه سهله مره، بس تركيز شويه يعني. وجودك يسهلها. اسلم. وجودك الله يسلمك. ضبط المدير الاشياء. ضبط المدير بس كذا. اديني جوابك كذا. السؤال طبعا، من الله يحب المتاحف ويتابعها ويقرا عليها بشكل عام، ولا مالكم فيها؟ غير قيس السعيد ومحمد الفيل. اسلم. قيس السعيد ومحمد الفيل راح اطلع. طيب شارك حلو ابوه. يقول السؤال، اين يقع متحف اللوفر؟ هل يقع في برلين، باريس، لندن، روما، بيرن، برلين، بروكسل؟ برلين مكرر مرتين، عموما هي فرصة في النهاية. طوكيو، بروكسل. ها ظهر معكم على الشاشة. باريس، لندن، روما، بيرن، طوكيو، بروكسل. من عنده إجابة؟ 10 ثواني. لندن. لندن الإجابة خاطئة. باريس. باريس بس قبل وقت ولا انتهى الوقت؟ لا قبل. بعد ما انتهى الوقت يعني اجابتك كانت بعد في رقم ثانية. لا هو كان على الواحد بالصدق يعني، كان واحد. سلطان رشيدي اجابة صحيحة. يا سلام. 400 ريال مقابل 400 ريال للجميع. شو جوابك حضارية يعني؟ من زمان عندهم تراث وكذا. قلت اختار خير ان شاء الله. نعم خير ان شاء الله. يعطيك العافيه. طيب اخر سؤال حيكون اخر سؤال مسابقه، سؤالك عبد الله الجبيري ولا حبيبنا سطام رشيدي. نشوف السؤال الاخير. لا بيهلي اتوقع مر على الجميع. ما معنى الاعشى؟ هل هو من ذهبت احدى عينيه، ضيق احدى عينيه دون الاخرى، جحوط احدى عينيه، ضعيف البصر، واسع العينين، شديد البصر، الاعمى الذي لا يرى ابدا؟ ها شباب ياخذ وقتهم عشان بس ماني فاهم تنحذف الاجابات. ما تفهم وشو؟ وضح لي. جحود. ماني فاهم. ما اسمعك ترى. وضح. خلاص راح راح راح. طه ما معنى الاعشى؟ ضعيف حاد عين. ما اسمعك. يعني ضعيف البصر مره. شديد البصر. ضعيف البصر. ضعيف البصر اجابه صحيحه. برافو يا سطار. 500 ريال مقابل 400 ريال يا عبد الله الجميري. ألف ألف مبروك للجميع. طبعا الفرق 100 ريال تستاهلون. إن شاء الله نشوفكم المرات القادمة. شدوا حيلكم. أي أيوة والله جحفني القوة. السلام عليكم. 400 والله راضي. والله راضي 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 والله 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 راضي والله. نشوف بعدين ايش تسوي انت. بس حلو وقعت مجال بعدين تجي. الجميري في خطه تسوي ديخ ما سويت. لا لا بس انك تقول ما تخمرها ولا يقلب وجهك ولا هذا جميل. وحش وحش والله. شطبه 3-0. 3-0 يا حبيبي ابو جميري. والله يا سامي يبغى يموت من الضحك. ما شاء الله عليك. لا 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 ل
محمد والله بتكون بس انت ما خليتوني ضمن والله ما خليتوني للحين جلسه انا اقدر اتسلم والله ها منبر يلا بس خلي روح حماس ما في اسمه ما اليوم اليوم العالم مولع والله ما شاء الله عليك بطل بطل مجنون والله العظيم مجنون حقك 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 اجل حظك ما ايه حقك قلع والله ترى هذه نفس حقك هذه هي رجعت في ظهر الريا بس الزحمة شلون مجنون زياد الشهري حبيبي لبيه حسون واد اخوي تركي طيب يقول سلمني على زياد شهري كبير السلام حسون العديم صنفوه مرحبا لي مليون وحبيبي سلامك وصل والله يجعل الايام تجمعني فيك وبوس راسك حبيبي يقول انك هلالي بعدين ان شاء الله يا شباب صلوا على النبي محمد الشمري ابو جاسم تفضل انطلق تفضل اطلع ابغاك بكلام حلو اطلع تفضل جسوم ترى اسم ابوه ابو جاسم ابو جاسم ابو جاسم ابو جاسم ابو جاسم اطلع اطلع ابو جاسم سووا مكان سووا مكان سووا مكان سووا مكان يلا ابو جاسم انا من متابعين الله رجل متحدث تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تطن بس بوقتكم خمس دقائق مع ابو جاسم تفضل خذ راحتك تفضل مشكورا لا معمورا تفضل اسف لك شيء اسف لك شيء في سؤال في شيء ولا؟ أبى أسألك أبو جاسم أنا من المتابعين القريبين له من بعد يعني تابع عبر التطبيقات نبغاه يعطينا بس مقتطفة بسيطة لأن إحنا نحتاج الكلام ذا بين الحسد والغبطة يا سلام تفضل ما راح احرق عليه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحسد والغبطة طبعا احنا محتاجين الحين ببرنامج يعني بعض المرات اخوي العماني حياك خليك تعال اخوي من عمان يعني مثلا هو صوته ما شاء الله جدا جميل جزاك الله ما شاء الله صوته جدا جميل جزاك الله فانا بعض المرات ودي يكون صوتي مثل صوته فما احسده ما اقول يعني مثل ما نقول عندنا بالكويت بل عرفت يهب عرفت اي فما اقول يعني اقول يا ربي اني اتمنى مثلا مثل صوته بدون لا يكون قلبي حسد عليه هذا الفرق فرق لما اكون حاسد على صوته وفرق لما اكون يا رب اتمنى يكون صوتي مثل صوته فالله يحفظك ان شاء الله جزاك الله خير وبالنسبه حق اكثر الشباب يقول ليش ساكت ليش ساكت مثل ما يقولون العاصفة من بعيد تشوفها يا الله العاصفة ها اقول لك العاصفة العاصفة لما العاصفة لما تشوفها من بعيد ممكن يصير عندك خوف شوي بس لما تقرب عندك حيل شو يصير فيك خوف فانا الهداوة خلي الشباب يروحون يطلعون يطلعون بعدين عارف شو اجيها ابو جاسم تفضل كبير يا خلاص لا 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 تخاف لا الحمد لله لا لا الحمد لله لا اله الا الله قولوا لا يا الله ما في قصه جمع العشاء الله يحفظك يلا يلا ابو جاسم يعطيك العافيه ابو جاسم يعطيك العافيه هو شيخ العافيه ابو جاسم شيخ بطل تذكر مكان صعوبه شنو جاء حطوا سفره هنا تعالوا شباب انستغرام الواحد عيد 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 موضوع ما تقل شباب شنو هذا شنو هذا هو هجني قال لي حطوا سفره يا شباب هاتوا سفره هنا اهلا يدقون يا رجل اهلا هذا لما هذا الشوط وين وين يا عيال يا عيال اللي ما غسل يغسل ها اللي ما غسل يغسل ايه اللي ما غسل يغسل ها يمديني اغسل ولا ما يمديني يمديني اغسل هنا اغسل لا تخلي حد يجي محلي هذه مغسله شيخ المهندس انا سويت استعياد يا مال العافيه والله بس 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 لا والله لا والله
عبد الله يعني يا شباب اللي لازم يتعب الرجال ذا نعم هذا يا شباب خذوا خبركم هذا في خبرهم هو زياد صراحه ما جاء منك الا كل خير والله العظيم انك راعي والله اقسم بالله جمهور غير الله وجيه والله غير الله وجيه ها غير الله وجيه بس ايش تسوي هم قصر انا ما اسمع هذا توفيق من الله يزيد الحارثي وانا تدرون انه مريض؟ ها؟ مريض اقول ما اجي اليوم يزيد مريض تعبان يا الله اجي عندك ولا حياك الله حياك يا لي بسم الله بسم الله يا خالد حامد تعش الله يصلح قلبك يستاهل والله كلهم والله يستاهلون انا جاوبت على السؤالين واحد تشفيت كم جب 300 نعم نعم بس انا ترى استعجل ما بيحق قاسم لا تبكي متاخر هذاك تنساك انا صح انا تاخر اضرب حظك ان شاء الله باذن الله جوابنا الله يهب لك التفاح انت تاكلها ليه جابوا لي كان الدبي بدر رسمي هي يبغاها ذكر بدر رسمي تدري من هو هذا؟ تقلع بشوي ليش؟ بدر رسمي كذا بدر كامل تنتظر لين اخر الوقت يمكن خلاص تبين لك ثلاث اجابات احسن من سبع اجابات اضرب واحد على طول اضرب واحد بس اذا انت عارف الاجابه بس اذا عارف الاجابه ضربها على طول لا تستعجل انا قريت قبل شويه في اجابه متاكد مليون بالمئه انها هي الفراعنه اول ما انحذفت هي الفراعنه وين شلون شبطه حكايه؟ كل مره سلم سلم عنده شطه لا تجيني اقرب اقرب لا والله لا تجيني يروح يبي صاحب ثاني اليوم صراحه الوضع لا لا اليوم ما شاء الله الشباب ما قصروا ان شاء الله الله يعطيهم العافيه الشباب الله يعافيك تعش يا رجل دحمي دحمي شطه ما فيه ما جابوا اليوم شطه ما هي بكل مره وانا جرب انواع الحين في عريكه في عريكه فيه ال مرق العصيد لا سمن هو يقول سمن لا المرق عصيد يا سمن سمن وعسل احيانا يجي كذا تقول تقول اي السمن تقول مرق في لحم في لحم لا لا هذا عريكه إيه. هذه عريكه لا لا يا حبيبي والله من الخويس انت في راسك لحم يقول عريك عريك طيب مرق مرق في لحم في لحم يا اخي مرق وش نسميه عصيد وش العصيد اللي هو مكوناته حريكه مكوناته شوفوا مهدد هذا اللي يجي جنبه عرفت شغل مطاعم وشافه ايوه اسمه مرق عصيد اي اسمه مرق عصيد اما اللي يجي زي ما تقول اللي يمر في سلطات ولا شيء عليه سمن وعليه عسل بيبدا يقل الوضع ها نبدا عشنا عند الكريم ثابت عريك ترى العريك اللي عندنا في الجنوب تختلف عن عريك اللي في اليمن اهل اليمن يسمون العريك غير هي اللي فيها عسل وفيها اي لا حتى بعض الاماكن يبيعون يوم جدا جميل عريك يحط بقاط ومدري ايش جبنه ومدري امس والله صراحه تقليل الملل اليوم صراحه متعه بنزلها اول يوم اليوم صراحه احنا استمتعنا اللهم لك التوفيق الله من الدعوات اللي محصلها بعدين تجينا دعوات بعدين البرنامج مليان ها برنامج مليان برنامج من يوم بدينا الين قبل شوي مليان كلنا عيون ابو حامد ايش تبغى؟ اليوم كلنا تدري ايش اللي يحمسك؟ هلا والله لما تجيك دعوات بالخاص مجار يا حبيبي مجار تجيك اقسم بالله يا حبيبي اثر كبير لها اثر سبحان الله عجيب يعني تحس تحس بالمسؤوليه تحس ان فعلا في ناس لك انت مسؤول عنهم اي كلمه مسؤول عنها انت امام انت جدا انت انت امام كل ما كل ما تعمل الان في ذمتك وان كان رياء او نفاق او عمل او خير او كان في ذمتك انت محاسب عليه تدري اقول لك على شيء النسخ اللي فاتت ترى كمان ولا قطع وارد النسخ اللي فاتت انت اليوم خمسه خمسة نسخة خمسة يعني الجمهور كل شيء عارفه ما يحتاج انك تمثل خلاص خمسة نسخة خمسة يعني خلاص يعني انت الحين تدرس عندهم فاهمين كل شيء كل شيء والله اني اتعلم منهم تصدق بالله اي خلاص هم عارفين انت يمكن ترى تابعت موسم موسمين لقطة لقطتين انت تتكلم عن جمهور متابع بقول لك على شيء ورقات والدك صادق
الجو هذا جديد علي صراحه تكريم جديد علي مره متابعين الزدون لا بالاشياء دي كلها جديده علي احصل دعوات يا اخي والله اني ما ادري كيف اجازي صاحب الدعوه والله العظيم يا اخي تحس دعوه توجيب الظاهر الغيب بالحقيقه قدامك كلام كمان هذا كله ترى كل هذا الضغط عليك حسس بالامان وانك تحمل على ظهرك كبير انت محاسب عليه يعني انا حتى في ناس يقول انتم امانه شوف كيف شوف وين وصلت يعني انت ما داخل بروجرام بس ولا برنامج وتعملنا تسع شهور انا تسعين يوم انا كتب لك وبس لا انت محاسب والله شوف انت محاسب يعني ثلاث بسيطه عشان صدري شوف كيف انت دخلت بيوتنا قلبك قويه يعني تخيل واحد من البيت لو واحد يغلط عليك في بيتك ايش بتسوي؟ لو واحد غلط عليك في بيتك خلاص تقوم الدنيا ولا تقعد خلاص غلط في بيتك بس انت انت مسابق انت متنافس محاسب على كل شيء انت داخل بيوت الناس الان الله نسال الله الاخلاص والعمل امين والله الواحد لازم يجدد النيه كل شوي اكيد صراحه الله يسر الامور الله يسر والله كل شيء بيد الله سبحانه طرح فيك البركه حتى لو تغلط راح تطلع ترى احيانا راح يؤلف راح يحور اليوم كان في ريلاكس واجد ترى الشباب احسموه زي امس خاصه منهم انا صح طلعت اول على تلفزيونات وقنوات وكذا لكن امس تحس انك قدام شيء غير واضح هنا يختلف صح واضح هنا يختلف بعدين الجميل انه كنتوا كلكم فندق زرع ترى هذه النقل يعني الاداره تشكر عليها وجاي بدري تذكر لما اقول لك تعال بدري عشان الجو بالله رد علي عبد الكريم قال اي جو حسسنا بباريس في الجروب تذكر؟ اي والله هذا اللي كنت اقصده ترى انا هذا والله اللي كنت اقصده ترى مو اقصد ان اختلاف المناخ لا فعلا الجو شوف كيف الجروب 200 درجه تغير من ثاني يوم ترى ما تصير ما تصير ذي الشباب زي ما قلت انا امس ترى غير اليوم غير اليوم اليوم مرتاحين واجد وبكره بيكون احسن واحسن خلاص ويصير انت طبيعي الموضوع اصلا شوف كم موضوع اليوم انطرح كم موضوع اليوم انطرح وفي موضوع كم تعلق عليه من تعليق وكيف تنوع موضوع واحد يعني كمان ما حطينا السيناريو في راسنا يمكن واحد حط سيناريو انه يقدمه سعود وحنا شلنا الموضوع من بعده صح الاغلب هنا اصحاب تجارب اصحاب تجارب كل اللي هنا اصحاب تجارب يعني تقريبا 90% ترى منهم اصحاب تجارب حبه ناخذ خلاص تنطلق ابو جاسم لازم ابو جاسم تضحك ضحكنا زي ما ضحكنا الشقه ابو جاسم مشاهدين والله بس فله لكن الى الان جديد ديوانيه جديد ديوانيه حبيبي الجنتل بدون ما تجنتل يعني وش تسجل دخول الان ما تسجل دخول صح ما يصير والله ما تبي اسباب بسيطه مسلمات قلب يا في ناس لما تلعب شو هذا انا في ناس كلمتني بالعكس هذا ذكاء ترى تقول انتم انتم اللي كنت طبيعي طبيعي الجمهور ايش يبغى؟ الجمهور حاط براسه برنامج واقع انت لازم تسجل لك حضور شخصي انت تخيل نفسك انك جاي عزيمه تخيل العزيمه هذه اللي 6 مليون فيها بالقليل يعني احنا نحط ماكسيمم 6 مليون مليون 100,000 يتابعونك لكن يا ابو كيف توصل عليهم؟ بسالك سؤال ابو ريا للحين انت هل واقع كذا نفس برا؟ شوف لكل مقام مقال هذا اولا لما تروح معها انا عارف شو قصدك انت انا قصدي برامج التفاعليه والترفيه انا اروح برامج رسميه لها مقالها ولها وضعها برامج كوره لها وضعها برامج ترفيه لها وضعها ترفيه دعائي لها وضعها ترفيه اعلاني لها وضعها قدام العالم انت يشوفك اهلك ربعك جماعتك قريبك بعيدك سجل حضور زي ما سجل حضور في القريه اذا الله كتب قدامك كم قدامك كم يوم لسه ما ولا واحد ترى بام باللي عندي ان شاء الله اتذكرها زين ان شاء الله باذن الله صفاء نعم لا لا حق دو في قريب عندك حق كذا حلم انا اتكلم في الحكمه شوف في ناس بس لا تعتمد على تفسير جوجل لا ما لا لانه بعض المفسرين يقول لك لازم انت تحكي لي يعني يفهم بعض الاشياء انا مثلا خالدي حلمت بنتها هي الحين مولوده حلمت مو بنت مو بنت يا اخي لا تضحك يا اخي مو بنت مو بنت ولدتها ولما ولدتها مباشره قرات صوره خلاص Do 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 do